يسوي برنامجه في السعوديه فالله يستر. بحر لا لا راح افلت منه لا تخاف. زملائك الممثلين الفنانين ما قد مره يعني حاولوا يجرونك لعالم التمثيل ومسلسلات؟ طبعا مثلت مسلسل اسمه نيران البوادي وكان يعني شرفت ان مثلت مع اهم ممثلين اردنيين وعرب منهم جمانه مراد ومحمود سعيد والممثل الاردني محمد العبادي ودرو جلاجل وجولييت عواد مجموعه من اهم والفنانه الكبيره عبير عيسى. وكنت كانت يعني تجربه واحده يتيمه يعني كانت تجربه واحده ويمكن يعني 90% اني ما اعيدها. لانه تنفيذ والله مو سهل يعني حلو واحد كل واحد بملعبه. انا حاولت اجرب وكان بسيط لانه المسلسل بدوي يعني انا ما كان بدي ناس يحفظني اللهجه ولا ايش هو بس النص ولكن لهجتي هي اللهجه البدويه ولا طريقه اللبس ولا هذا كله كان سهل ولكن التمثيل صعب. يعني التمثيل انا واحد من الناس دائما مبتسم حتى بعيد عنك لم نكون في شغله صعبه او محزنه وكذا الابتسامه امام يعني معي فريقي نفس الموضوع. فكان في موقف من المواقف انه انا كنت الشيخ عقاب وكانت الفنانه عبير عيسى هذله وابوها الله يرحمه اللي هو عمي بكون هي بنت عمي ومفروض انا خلص اتجوزها يعني وتصير بنت عمي يعني اقرب لي وياك. في مشهد بقعد بتعرف بيت الشعر قاعدين وهذلة قاعدة بتنازع وده تموت فمفروض النص يقول أقولها تقول لي عقاب هي تقول لي عقاب والله أنا ما ساوي شيء بهالدنيا من دونك فمفروض أقولها لا يا هذلة أنت بنت عمي إن شاء الله تقومي بالسلامة يا هذلة ومن الحكي والله ناس الحوار. فإجا المشهد بلشت الفنانة عبير عيسى قالت طبعا فجأة أكشن كانت هي تضحك فجأة نزلت ذبوحة ما شاء الله أنا بلد عليها قاعد ولا بتقول لي والله يا عقاب أنا من دونك مساوي الشيء أنا هسا قاعد ألد عليها وبقول كيف عيضت هالبني آدم هاي وأقولها إيه بالله تقول لي يا عقاب أنا من دونك مساوي الشيء أقولها إيه بالله قال بلد عمر لا تمثل بعد من رأيك. كم مرة عدت المشهد واجد شكله والله عدنا لمو سوينا.